خلينا نروح لأزمة المدير الفني في اتحاد كرة القدم ونتكلم عن هذا الأمر، لأنه موضوع مهم جدا جدا جدا. من أهم ما يميز الاتحاد المغربي أنه كان تم وضع مدير فني للاتحاد المغربي للتخطيط للاتحاد المغربي خلال الفترة السابقة. اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة الماضية كان تفاوض مع عدة أسماء لتولي منصب المدير الفني لاتحاد كرة القدم للتخطيط للاتحاد المصري أو لكرة القدم المصرية خلفا للبرتغالي في مجد. خلاص؟ وبالفعل كان هناك اتفاق على اسم مدير فني. من ضمن من تفاوض معهم الاتحاد المصري لكرة القدم جابرييل بيليجرينو. جابرييل بيليجرينو، ولكن المفاوضات لم تتم وتم تأجيل الأمر لمدة شهر. الموضوع بعد ما وقف لمدة شهر أو شهور، أنا آسف، اتحاد كرة القدم كان في ورطة بسبب عدم وجود مدير فني معاه رخصة تدريب. رجعنا للكلام اللي أنا قلته امبارح، وأصبح في بعض المباريات الإفريقية غير مسموح بنزول الملعب، أو في البطولات الأفريقية كلها غير مسموح بنزول الملعب إلا مع المدير الفني اللي معاه رخصة. وحصل ده مع علي ماهر في فيوتشر، مع كابتن علي ماهر في فيوتشر. ساعتها أستاذ جمال علام راح وجري جاب الدكتور جمال محمد علي عشان يقدم رخص تدريبية للمدربين في الاتحاد المصري لكرة القدم. فبالتالي تم تعيين الدكتور جمال محمد علي بمسمى حاجة جديدة كده تم اختراعها من ما بين الأستاذ جمال علام والأستاذ والدكتور جمال محمد علي، بلديات الأستاذ أو من نفس من الصعيد يعني. مسمى جديد كله اسمه مدير إدارة المدربين. أول مرة في أول مرة المنصب ده يتقسم كده. طيب، بعد نجاح منتخب المغرب خلال الفترة الحالية يعني منذ بداية كأس العالم وحتى الآن، ظهر تاني الموضوع. الأعضاء تحدثوا عن المنصب، بعض من الأعضاء تحدثوا عن المنصب، محتاجين مدير فني للاتحاد علشان يرسم خطط للاتحاد خلال الفترة القادمة، علشان احنا عندنا مشكلة في هذا الأمر. كابتن حازم إمام، أنا بقول أهو، كابتن حازم إمام وأنا بحييه على هذا الأمر، عنده رغبة إنه يكون المدير الفني للمنتخب، المدير الفني لاتحاد كرة القدم، مدير فني أجنبي. كابتن حازم تواصل مع روي فيتوريا، قعدوا قعدة، قال له يا عم روي فيتوريا عايزينك ترشح لنا اسم مدير فني للاتحاد يخطط لكرة القدم المصرية خلال الفترة اللي جاية. طيب، كابتن حازم عرض الكلام ده على مين؟ على الأستاذ جمال علام. الأستاذ جمال علام قابل هذا الموضوع بالرفض، وإن الاتحاد المصري لكرة القدم مش مستحمل تعيين أجنبي آخر لأنه مفيش دولارات، خاصة اتقال الكابتن حازم كده، خاصة يا كابتن حازم أنت موجود وبركات موجود، مش عايزين نجوم كمان. وتم الاستقرار على أن يكون هناك لجنة تضم بعض الخبراء عشان يعملوا الشغل بتاع المدير الفني لاتحاد كرة القدم. وبالفعل تواجد في هذه اللجنة كابتن فتحي نصير، هذا الاسم الكبير، مع دكتور جمال محمد علي، هذا الاسم الكبير، وممكن يضيفوا أسماء تانية خلال الفترة اللي جاية. طبعا تم ترشيح اسم الأسطورة حسن شحات. جالهم إحساس كده من جواهم، والله العظيم الكلام كده، احنا شعرنا يا اسلام ان هو ملوش نفس، ان هو كابتن حسن ما عندوش رغبه في العمل في هذا المجلس، هم شعروا بكده. وحتى الان كابتن حازم امام غاضب وعنده رغبه كبيره جدا في تعيين مدير فني اجنبي
لاتحاد كرة القدم في ظل رفض جمال علام وعدد كبير من المجلس، عشان الكابتن حازم يبقى موقفه ضعيف جدا امام المجلس. المجلس اللي هو مين؟ استاذ جمال علام، استاذ خالد الدرندلي، كابتن حازم امام، كابتن محمد بركات، الحاج عامر حسين، دينا الرفاعي، الاستاذه الدكتوره دينا الرفاعي، الدكتور ايهاب الكومي، الدكتور الاستاذ محمد ابو الوفا. في حد تاني؟ هم 8؟ مفيش حد تاني صح؟ فتخيل حضرتك ان هذه الاسماء معظمهم، انا ما اعرفش مين بالظبط، لكن معظمهم رافض لوجود مدير فني اجنبي. انا حبيت ان انا احكي لحضراتكم هذه القصه علشان تبقوا عارفين ايه اللي بيحصل في اتحاد كره القدم المصري، وانك مهما قلت ومهما عدت ومهما قلت ان يا جماعه الجواب استخبى وما طلعش الاستاذ وليد العطار، ما طلعش الجواب، ومش اسلام اللي بيقول كده، ولكن لجنه من الشباب والرياضه هي اللي بتقول هذا الكلام، اضرب دماغك في الحيط. اتحاد كره القدم هيمشي بمزاجه وهيعمل اللي هو عايزه. اتمنى ان هم يعملوا، والله يوم لما هيعملوا، ما احنا كنا بنتكلم عن الكابتن حازم امام من شهر ولا من شهر ونص، كنا بنقول عليه بننتقده في بعض الامور. دلوقتي الحقيقه انا بحييه على موقفه الرافض ل او الداعم لوجود مدير فني اجنبي. انا بحييه على هذا الامر، لانه يجب ان يكون هناك من يخطط لكرة القدم المصرية، طالما حضرتك مش قادر تختار حد يخطط بشكل جيد.